لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. سعيد وخا ما كناش في صراحة النتيجة زدت سعيد بها، ولكن بالنسبة لنا المستوى مازال ما وصلناش لديك المستوى اللي بغينا. عارف أنا عارف لاعبين ديالي باغيني يوصلوا لواحد المراتب اللي متقدمة إن شاء الله. كان ما يمكن لينا نصفق على هاد اللاعبين. الحمد لله كما لاحظتوا لعبنا في الدور السابق ضد فريق في القسم الوطني الثاني، ما كاينش فرق اليوم ضد فريق في المستوى ديالنا توا كيلعب معنا. جد سعيد بالنتيجه ونتمنى من الله ربي ما حشمناش ونمشيو في الطريق الصحيح، ولما لا حتى حنا كندابزوا على الحظوظ ديالنا، ما عارفينش حنا المكتب شنو كاين.